جزاكم الله خيرا. هل كانت العبادات المفروضة على الأمم السابقة مثل الصوم والزكاة والصلاة شبيهة من حيث كيفية أدائها وتوقيتها بعبادتنا، أو أن لها صفة أخرى؟ لا يلزم ذلك، قد تكون من جنس عباداتنا وقد تختلف عنها، الله أعلم بذلك، يحتاج إلى دليل على معرفة الفروق بين عبادات هذه الأمة وعبادات من قبلها. ولكن كل العبادات الشرعية المقصود بها وجه الله عز وجل، تقرب إليه، وإن اختلفت مواقيتها واختلفت صفاتها، إلا أن القصد منها هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتقرب إليه بما شرعه.